تعد عمليات تصحيح النظر بالليزر هي أهم وأشهر العمليات يلي تجرى للعيون، وصار الكثير من الناس بيلجؤوا لحتى يحسنوا نظرهم من خلال عمليات بسيطة دقيقة وبنفس الوقت نتائجها ممتازة. رح نتعرف أكثر على الفرق بين الليزر ليزك وتقنيات جديدة يمكن صارت يعني صرنا نسمع فيها بشكل كتير بين الناس، لكن رح نتعرف عليها أكثر ونحكي مع الدكتور أحمد سليمان مصلي أخصائي بأمراض العين وجراحتها. صباح الخير دكتور. صباح النور. صباح الخير. صباح الياسمين. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بداية دكتور، يعني شفنا التطور الكبير اللي صار بالطب وتحديدا طب العيون، اليوم عندنا تقنيات علاجية جديدة بتصحيح البصر، خلينا نوضح أنواع هاي التقنيات. تمام. هلا هو ما في شك هذا العلم ما بينتهي، يعني دائما في تطور مستمر. يعني من 400 سنة كانت أساسا أول ما اكتشفوا أنه ممكن واحد يحط شيء قدام العين يقدر يشوفه منيح، بعدين من شيء 200 سنة اكتشفوا قصة النظارة أنه ممكن واحد يلبسه ويشوف أحسن. ضل هالموضوع هيك لثمانينات، بثمانينات ظهر الليزك أو تصحيح البصر. أول شيء بلش تقنية جراحية، مشان هيك ما زال لحد هلا بيتسمى جراحة، بس هو عمليا هو ليزر، يعني جهاز الليزر بقوم معظم الشغل. يعني ما في هالجراحة مثل ما الناس تفكر انه في مشارط وسكاكين وخياطة وطب، لا اكيد ما في شيء. هي اسمها جراحة أسوأ الانكسار، لكن حاليا الجهاز الليزر بيساويها. الناس حافظتها من ايام الثمانينات لما كان في قبل الليزك عملية التشطيب اللي بسموها، مشان هيك لحد هلا في ناس بتسميها انه انا بدي اعمل تشطيب للقرنية. هو ما عاد في شيء تشطيب، التشطيب القديم انتهى وانتقلنا للأجهزة اللي بلشت تشتغل بأول التسعينات للتقنية الحديثة اللي بتغير شكل القرنية من الشكل الخطأ لتصير بالشكل الصح، مما بيخلي المريض يقدر يشوف كويس. بيعتمد أجهزة الليزر على تسطيح أو زيادة تقبب القرنية لتغيير شكلها للشكل الطبيعي، وهي التقنية ما زالت عم تتطور لحد هلا. يعني كل 6 شهور في عنا ابديت جديد، بتنضاف حالات ما كانت تصلح بصير نقدر نصلحها، والحالات اللي كنا عم نصلحها بشكل بسيط صارت تتصلح بشكل اكثر دقه. يعني تمام دكتور احمد، هيك خلينا نحكي قبل ما نغوص بانواع الليزر والليزك لآخره، خلينا نحكي مين من الأشخاص اللي ما بيقدروا يعملوا ليزر لعيونهم وأنواعه. في كتير من الأشخاص يمكن كبار بالعمر، ممكن ما عم يتجاوب معهم الليزر، صاروا عاملين كذا مرة، خلينا نحكي عن هاي الحالات الاستثنائية. هذا الخطف خلفا نجي من الآخر، يعني مين ما بيصل له قبل ما نحكي عن اللي بيصل له، بعدين نحكي عن الأنواع ومين. هلا نحن العمر تقريبا اول شيء مهم جدا تنقدر نساوي عمليه الليزك انه يكونوا الدرجات توقف التطور تبعهم. يعني شو اللي بيخلي الدرجات تزيد او تنقص؟ عاده العمر، النمو، بس يوقف النمو تثبت الدرجات. اذا كل شيء عنده درجات متغيره، لساته عم ينمو، لسه عم يزيد، لانه هذا امر النمو تبع توقف الدرجات بيختلف جغرافيا بالعالم. يعني بالمناطق الحاره بيوقف النمو بأعمار مبكرة، بالمناطق الباردة بيوقف النمو بأعمار متأخرة. مشان هيك مثلا بيجي شخص بيقول لك أنا بعرف إنه قبل العشرين ما فيك تساوي، أو بيجيك شخص ثاني بيقول لك لا فيك على 16 تساوي. كل واحد شو مصدر معلوماتك؟ يعني أكيد مثلا بالدول الإسكندنافية بيستنوا لبعد 22 حتى 23 تا يوقف النمو تبعهم تا يثبت. بالدول الحارة أكيد ممكن يشتغلوا أكثر شوي. إذا القاعدة الأساسية هي انه يوقف النمو، ما عاد يصير عندي اي تغيير بالدرجات. نفحص المريض، بنرد نفحصه بعد 6 شهور، بنلاقي انه درجاته ثابتين. هلا بشكل عام معظم الناس بعد ببلادنا يعني بعد ال 18 والشباب على 19 بيكون اكتمل النمو. ايه البنت بتكبر قبل الشاب، يعني البنت بيوقف على النمو، بعدين الشاب على 19، وبالتالي ممكن نساوي ليزك بعد هذا العمر الا اذا كان في عندي اي تغيرات. هلا هي الحاله الستاندرد الاساسيه تبع العمر. يعني هلا بالنسبه للاعمار الكبيره هذا شيء شوي مختلف عليه عالميا. بعض الناس تقول لك اذا صار معه ساد مي بيضاء بالعامي، يعني بقى انت لما بتزرعي له العدسه بتصلحي له الدرجات، ليش تساوي له ليزك وتكلفيه بالليزك وبعدين تردي تضطري تزرعي له عدسه تصلحي له؟ خلص طالما بتستني ليصير معه بتزرعي عدسه. بس هذا الكلام
يعني يقابل بشوي رفض، لانه وبركي ما صار معه طيب يعني الكاتاركت، يعني ليش انا احرمه بقى من وتخليني لابس نظاره غيرك؟ انه حتى الانحراف يعني انا زرع العدسات اذا ما كانت ترك ما بتصلح له يعني. فمشان هيك القسم الاكبر بالعالم بيقول لك لا اشتغلي له شو ما كان عمره، بس طبعا بشرط ما يكون عندنا جفاف العين. جفاف العين هو اكثر شيء بيمنعنا نساوي ليزك. يعني المريض اللي عنده درجه خفيفه من الجفاف، الخفيفه بنقول له انه انت ممكن تضطر تحتاج تستخدم اطراد دمع اصطناعي طول العمر يعني. المريض اللي عنده جفاف متوسط او شديد غالبا ما بنساوي له، لانه فعلا ممكن يفوت بحاله جفاف شديد ويصير بقى بده علاجات، ممكن حتى القرنيه تتاذى. اذا جفاف العين هو احد الموانع المهمه حسب درجاته، اذا شديد ما بيتساوى، اذا خفيف بدنا نفهم المريض انه ممكن تحتاج اطراد دمع العين طول العمر. الحاله الثانيه المهمه هي او الشيء الثاني هو سماكه القرنيه. نحن عاده لما بنغير شكل القرنية موضوع بيتعلق بسماكة القرنية، بده يكون في سماكة كافية تاني قدر نشتغل. إذا مريض عنده شيء حالة معروفة اسمها القرنية المخروطية مثلا، فهي سماكته قليلة وهي عم تقل وهي في رقم نمو. معين دكتور لسماكة؟ هلا كمان هذا له علاقة بالعالم وله علاقة بقديش الدرجات بدك تصلحيها. هلا 555 ميكرون ببلادنا هي السماكة الوسطية، معظم الناس هي السماكة الطبيعية. إذا بدك تصلحي درجات كثير بدك سماكة منيحة، إذا بدك تصلحي درجات قليل حتى لو السماكة 500 ميكرون بتقدري تصلحي. إذا السماكة شغلة مهمة، وجود أمراض متطورة بروجريشن بتخلينا هلا من زمان مثلا القرنية المخروطية ما كنا أبدا نصلح فيها شيء. لكن هلا صار ضمن المراحل المبكرة صار فينا نقدر نساوي تصحيح مع شغلة ثانية اسمها التصليب لتأسعية القرنية مشان ما تتطور. طيب دكتور يعني أكيد في شروط معينة لعملية تصحيح النظر، اليوم خلينا نوضح أكثر شو هي الإجراءات أو الفحوصات الطبية يلي مفروض أنه الشخص يعملها قبل ما يساوي أي عملية بخصوص النظر. هلا من الجميل جدا انه هي العمليه هي تخدير يعني على القطره، يعني حتى اقل من التخدير الموضعي، مجرد لوكال نقطر قطره من العمليه، وبالتالي ما له بحاجه تحاليل ولا تصاوير اشعه وكذا. لكن الشيء اللي بنساويه بالاساس هو صوره التوبوغرافيا. صوره التوبوغرافيا هو بدنا نعرف شو شكل القرنيه بالاول، فهذا عاده بعض الاطباء بيساووه بشكل مسبق عشان يدرسوا القرنيه، وممكن نساويه مباشره قبل العمليه. إذا في خبرة بتقدر تقري الصورة بسرعة، إذا في أي مشكلة بتنبهي المريض أنه نحن ممكن يكون عندنا شوية ريسك. إذا ما في مخاطرة ما في فيك تفوتي تساوي العملية بسلاسة. إذا هي الشيء الوحيد اللي ممكن يحتاجه المريض هي صورة التوبوغرافيا تبع القرنية اللي بتعطينا شكل القرنية اللي بدنا ندخل معلومات منها على جهاز الليزر عشان نقدر نساوي العملية. تمام دكتور، خلينا لكن ننتقل ونغوص برحلات وأنواع عفوا الليزر. نحكي عن الأنواع، نحكي عن تطورها، يعني حكينا أنه أول شيء كان اسمه تشطيب الثمانينات. صحيح. هلا تطور تماما. خلينا نحكي عن الانواع وتطور الليزر حاليا بسوريا. هلا اول شيء يعني الحمد لله عندنا بالبلد اي تقنيه بالعالم بتجي فورا لهون، ما في شيء بيمنع يعني انه يكون شيء موجود عندنا، تقريبا كله موجود ان شاء الله، واي شيء فيه جديد بيكون جاي على الطريق. هلا الشيء الفرق، السؤال اكثر ناس بتساله انه ليزر ولا ليزك. تمام، صح. انه هذا السؤال دائما هو اشارة استفهام، ليزر ولا ليزك. اغلب الناس بتسأل وكأنه هن عمليتين منفصلتين، انه هذا جهاز وهذا جهاز. هلا الليزك بنساوي نحن شريحة بنرفعها من سطح القرنية وبنطبق الليزر وبنرجع الشريحة، بينما الليزر على نفس الجهاز على نفس المعلومات اللي بندخلها، بس بدال ما نساوي هي الشريحه بنقشط الطبقه السطحيه تبع القرنيه بشكل انه نخلص منها مبنى اياها، وبنطبق الليزر على السطح تبع القرنيه. هذا الليزر وهذا الليزك، نفس الجهاز نفس الغرفه نفس التخت، لكن في يعني بدايه العمليه بهي الطريقه بتختلف عن بدايه العمليه بهي الطريقه. هلا ايمتى بنشتغل ليزر ايمتى بنشتغل ليزك، كمان هذا مختلف عليه بالعالم. هلا في كثير اطباء بيحبوا الليزر كثير، انه انا ما بدي ساوي هي الشريحه اللي حكيت عليها لانه لها شويه اختلاطات بتصير احيانا، مريض اذا فرك عينه اذا الجهاز اللي عم يقص الشريحه صار فيه اي مشكله، اذا كان بالاساس القرنيه فيها تحدب معين يعني ممكن يساوي لي مشكله بهي. ففي ناس
قدر الامكان بتحاول تبعد عنها. ولكن الليزر نحن طبعا بنسميه البي ار كي اللي بنطبقه على سطح القرنيه بعد قشط الطبقه السطحيه بشكل كشط سطحي، هاي ما بتصلح درجات كثير يعني بصراحه، ولا بتصلح انحراف كثير، ولا بتصلح مد كثير، بتصلح ضمن رينج معين. لانه قبل ما يكتشفوا هي التقنيه تبع وجود الشريحه انه نرفعها ونشتغل بالقسم بين الشريحه وبين القرنيه الاساسيه، كان بس اول شيء ظهر هو الليزر، يعني قبل ما يلاقوا طريقه الليزك، فكان بيقدروا يصلحوا لحد 3 درجات 3 درجات ونص، هذا الماكسيمم يعني اكثر شيء. ناس اللي عندهم 6 و7 ما يقدروا يشتغلوا لهم. بعدين وجدوا انه بالليزك فيك تشتغل لحد 12 درجه اذا بتسمح الانحناء والسماكه، وهو رقم كثير كبير، يعني صرت فيكي تصلحي النقص الشديد والمد لحد درجات معينه وكل الانحراف الموجود. لانه هذا سؤال ثاني كمان بيسالوا المرضى، انه كمان انحراف بيتصلح والمد؟ صحيح كله بيتصلح طالما صورة التوبوغرافيا بتسمح، فكله بيتصلح، فينا نصلح المد والانحراف والنقص. حتى يمكن دكتور كثير من الناس يمكن ما بيتجرؤوا ياخذوا هي الخطوه بحياتهم ويساووا هدول العمليات باعتقادهم انه ممكن تسبب العمى، خلينا نوضح هي النقطه ونوضح نسبه نجاح العمليات. تمام. هلا الليزك عمليه كثير ظريفه، ليش؟ لانه دقيقه جدا، يعني انت عم تستخدمي جهاز ليزر عالي الدقه جدا، عم يطبق الليزر على منطقه محدده تماما، لا بيعبر لعمق العين ولا بيعبر برات المنطقه اللي انت مقرره عليها. اذا الشبكيه سليمه، العصب البصري سليم، ما في شيء بيقرب عليه من اشعه الليزر، مثل ما الناس بتخاف انه انا عم يفوت الليزر بعيني ممكن انه انا اعمى. ليش بدك تعمى؟ هو موجود اساسا على هي الطبقه السطحيه على المنطقه المحدده. اذا لا يوجد عمى بعد الليزك او البي ار كي طالما المريض مدروس بشكل كويس، مشغول على الجهاز كويس، ومتابعته بعد العمليه بشكل كويس. هدول 3 امور اذا متحقق ما في عنا مشاكل نهائيا، فاكيد ما حنوصل لمرحله انه يصير في عمى مثل ما الناس مفكره يعني. وما لم سجل اساسا حالات من على مستوى العالم، يعني ملايين الناس صارت مساوية ليزك بالعالم، ما في ولا حاله هي، يعني ما في اقول لك ولا حاله، لانه في ناس سيئين الحظ يعني بصراحه، يعني ممكن تصير مشكله اساسا ما لها علاقه بالليزك، يعني صار هلا مثلا خسره بالشريان الشبكي المركزي اثناء عمليه الليزك، يعني هو بالصدفة يعني صارت هاي القصة عند المريض. أحيانا عن تطبيق الجهاز السكشن اللي بيسحب العين مشان بالليزك مشان يساوي الشريحة، ممكن ارتفاع ضغط العين يكون عمل له سوء حظ للمريض ويساوي له انسداد بأحد الأوعية، أو هو بالأساس في عنده مشكلة وحرضها ارتفاع ضغط العين السريع. يعني في قصص مثل هيك، بس يعني حالات خلينا نقول 1 بالمليون، يعني كل مليون شخص ممكن شخص يصير معه هيك، وغالبا بيكون مو مدروس بشكل كافي، يعني مو موسع الحدقة، مو مفحوص قار العين، مو شايفين الشبكية، بيكون مريض عنده مشاكل قلبية وعيانين، المريض مو مدروس بشكل كافي، ممكن تصير عنده هاي القصة بالإضافة لسوء الحظ. تماما دكتور، خلينا هيك نركز على نقطة، انه بيقولوا انه هلا اذا عملت ليزر بجوز يديني مدة زمنية محددة وترجع نعيد العملية مرة ثانية، هل هالشيء صحيح؟ وشو هي الحالات الاستثنائية اللي تعاد؟ لا مو صحيح. وشو هي الحالات الاستثنائية؟ يعني هو اغلب الناس بتسأل هذا السؤال، لانه معقول مثلا حطيت هي الكلفة بدي ساوي هي العملية، وممكن بعد كم سنة انه بعد كم سنة بدي ارجع ساويها، يعني والله شغلة صعبة يعني شوي. يعني لا، ما بيرجع. هو كل شيء برجع بقول لك، يعني كل شيء بتحققي فيه الشروط المضبوطه الثلاثه، بتدرسيه كويس على جهاز كويس، بتتابعيه كويس، بتاخذي نتيجه باذن الله طبعا 100%، خلص ما عاد يرجع، انتهى الموضوع. حالات قليله مثل المد مثلا عند ناس الكبار بالعمر، القرنيه بيكون لها ذاكره ميموري يعني، فعمليا النقص لما بنصلحه نحن بنشتغل على المنطقه نفسها اللي بتشوف، تمام، مشان نقدر نسطحها يعني يصير اقل تحدبا. لكن بالمد اللي عم اقول انه بيكون وخاصه عند الكبار بالعمر، الصغار ما كثير بيتضايقوا من المد، يعني ان الكبار بالعمر هنا بيتضايقوا اكثر شيء من المد، لما بنشتغل على المحيط مشان ناثر على المركز، يعني بنخفف السماكه بالمحيط مشان المركز تزيد تقببه. هلا نحن عمليا العمليه هاي ممكن انه بعد فتره هالتاثير على المحيط اللي اثر على المركز ترجع الشبكه القرنيه تحاول تاخذ شكل القديم. يعني مثلا اشتغلتي صلحتي لشخص 5 درجات مد بصر،
ممكن مثلا بعد كم سنه تشوفي صار عنده درجه او درجه ونص مره ثانيه، شيء بسيط. بس بتقدري ترجع تصحيحها طبعا. دائما كمان مرضى انه انا ما عاد فيني اصلح مره ثانيه، فيك تصلح مره ثانيه وثالثه اذا الظروف تسمح طبعا يعني. وبالتالي تصحيح النقص والانحراف ما بيرجع، خلص ثابت اذا اشتغلنا مزبوط. ولكن تصحيح المد احيانا عند بعض المرضى ممكن يرجع، وممكن نساوي له اعاده معالجه وبيمشي الحال. اوكي تمام. يعني بالختام حديثنا معك دكتور، يمكن صار في حل لكل شيء، ذكرت تقنيات علاجيه عديده بموضوع تصحيح البصر، وبنتمنى كل شخص يختار العمليه المناسبه لحالته. صحيح. بالختام بدنا نشكر وجودك معنا. تسلم لي. شكرا كثير لك دكتور، شرفنا ويسعد. شكرا لك. شكرا كثير. تسلم.